فعلا الارهاب وردينا على كلامهم اللي يقولوا جيناكم بالمفخخات وجيناكم بالذبح وجيناكم بغيره. القوره الجاله قدامهم. انا نذكر في يوم من الايام في بنينا فيه اللي قاتل بالحيط، والله فيه اللي قاتل بالحيط. فالشكر الشكر والتحيه الكبيره لهالابطال اللي قارعوا فعلا في ميادين القتال، منهم اللي قضى لحبه واللي منهم مازال قاعد. وراه نقول لكم والله في محاور القتال فيه اللي كراعه مقطوعه وفيه اللي حديد في كرعيه، والله معايا في الميدان اقسم بالله. فهذين طلعكم انتوا راه. وقال له كثره الشكر وكثره الكلام يا جماعه اللي تشكروه عقبوله شوي من القريضه من درعنا بالك سالته. رغم اللي تشكر عقبوله شوي من القريضه ما استوقعش كامل.